مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك مره ثانيه، العقوبه لكل عام ان شاء الله، ان شاء الله في حياتكم انتم والعائله تاعكم، خالتي دوجا عيدكم مبارك انت ثاني. الله يسلمك وليدي، يعيشك. العقوبه لكل عام ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نقدموا لكم كما قال مهمتك ان شاء الله. آمين يا ربي. حياتك وخاوتك كامل ان شاء الله، انتم ثاني خالتي دوجا ان شاء الله في حياه الجمهور اللي يحبك ثاني. اللي يحبوني ثاني صحه عيدهم ان شاء الله. صحه عيد وليداتي كامل، وصحة على وليدات دايما يقولوا لي ما تقولي لنا صحة عندكم وليدات، مفتاح لي دايما يتلاقوا بيا اللي يحبوا خالتي دوجا ويعنقوني ويسلموا. هاي لك الفرصة مالتك خالتي دوجا، عيدي عليهم. صحة عندهم كامل وليدات مفتاح وليدات سواكرية والفاميليا، لا فامي ذهبي ولا فامي صادق تاع فوردلو. ان شاء الله عيدهم مبارك ان شاء الله. عيدهم مبارك. ماما انا نقدم خالتي دوجا عيد مبارك ان شاء الله كامل العائلة تاعي، يما العزيزة وبنتي إيلين، وإن شاء الله كما قال هذاك عيد مبارك لخوتي وخياتي وناس الغربة تاني دخلتي دوجة والأمة الإسلامية كامل. ينعاد علينا إن شاء الله بالصحة ولهنا. ما ننسى في مدير القناة إن شاء الله. مدير القناة. عيد وليداته. إن شاء الله. نتمنى وليداته يكبروا ويعيشوا ويعيشوا إن شاء الله هو تاني لوليداته. آمين يا رب. وربي يكمل له بها إن شاء الله.